بعد 5 أشهر من تولي خير الدين زاتشي مهامه على رأس الفاف، يمكن ببساطة فهم أسباب تراجع الكرة الجزائرية وكيف أحرق الرئيس السابق لنادي بارادو سفنه تباعا، حتى أنه لم يعد يملك ولو قارب نجاة لإنقاذ الكرة الجزائرية من الغرق. فما هي الأخطاء 7 التي ارتكبها خير الدين زاتشي؟ أولى الأخطاء هي تعيين صاحب 73 عاماً فضيل تيكانوين على رأس المديرية الفنية الوطنية، منصب يعلم الجميع أنه يحتاج لشخص ذو كفاءة عالية ومتابعة جيدة لكل صغيرة وكبيرة تخص المديرية الفنية، وليس لشخص تقاعد منذ مدة طويلة. ثاني الأخطاء هي تعيين مدرب نكر على رأس المنتخب الأول لا يعرف عن إفريقيا إلا الاسم، والكلام هنا عن لوكاس ألكاراز الذي أثبت محدوديته في تسيير المجموعة وضعف شخصيته في المباريات الحاسمة. يا ليت الأمر توقف عند تعيين ابن الأندلس على رأس المنتخب الأول فقط، وإنما تعداه ليكون على رأس المنتخب الوطني المحلي في طاقم فني يخلو من أي ثقن جزائري، وهو الأمر الذي ساهم بنسبة كبيرة في إقصاء محلي الخضر من سباق الشان أمام المنتخب الليبي. الخطأ الرابع هو صراعه المكشوف مع رئيس الرابطة المحترفة محفوظ قرباج ودخولهما فيما يسمى بحرب البيانات، حرب ستغرق لا محالة سفينة الكرة الجزائرية أكثر فأكثر. خامس الأخطاء هو مخاطبته للجزائريين بمناسبة مرور 100 يوم عن توليه زمام الأمور في مبنى ديل إبراهيم بلغة مولير، والأكثر من ذلك أنه راسل الاتحاد العربي للعبة بنفس اللغة. سادس الأخطاء هو دوسه على المادة 71 من القوانين العامة لبطولة الهواة. أما آخر الأخطاء فهي سماحه لرياض محرز الخروج من معسكر الخضر والتسول بين مطارات أوروبا للظفر بعقد يسمح له بالخروج من ملعب كينغ باور ستاديوم.